أشكرك شكرا جزيلا سيدي الرئيس. الآن الكلمة إلى الرئيسة عبد الفتاح السيسي. إن ما هي الصعوبات التي تواجه الدول الإفريقية ومن أجل كذلك مواجهة الفقر، وما هي التجربة الناجحة التي قمتم بخلالها سيدي الرئيس من أجل تطور البنية التحتية والقيام بالتطوير الجديد؟ شكرا فخامة الرئيس ماكرون. اسمحوا لي هنا ان انا السيدات والساده ان انا اوجه كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس على تنظيمه لهذا المؤتمر، وايضا على صداقته ودعمه لمصر، وده امر مش غريب على فرنسا الحقيقه. بشكرك فخامة الرئيس، وكان لابد ان انا اشكرك على ده. شكرا جزيلا.